hello my dear students, my dear followers and my dear viewers. Again, English in another shape with teacher Wahid Istiqlal. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط Super Goal 3 الترم الأول فصل الدراسة الأول. هنراجع مع بعض Unit 3 اللي هي بعنوان Who's Who, من هو يكون, أو بتتكلم عن الوظائف Jobs or Careers. هنا سؤال المزوجة اللي هو الجدول اللي عندنا Column 1 and Column 2, ازاي نوصلهم ببعض. Number 1 يقول لك يا طول العمر والسلامة, who works in a hospital, مين اللي بيشتغل في المستشفى؟ طبعا كلنا عارفينه, هيجي هنا nurse اللي هي E, هذه nurse اجل E, تمام. who number 2, who works at a construction company, مين اللي بيشتغل في شركات الانشاء والتعمير؟ طبعا المهندس B, engineer. number 3, who works at an advertising firm, مين اللي بيشتغل في مؤسسة الإعلانات؟ طبعا اللي هو الجرافيك ديزاينر, مصمم البرامج الجرافيك اللي هو A. number 4, who arranges vacations, مين اللي بيرتب لنا أو بيخطط لنا الأجازات أو العطلات؟ من؟ هنقول exercise اللي هي الإجابة C, travel agent, travel agent. number 5, who helps people over the phone, مين اللي بيساعد الناس في موضوع التلفونات؟ الإجابة دي اللي هو a customer service representative, ممثل خدمة العملاء, تمام؟ أوكي. طيب يا شباب هنكمل مع بعض الجرامر. write the correct word to fill in the blank, الكلمة الصحيحة. he number 6, he is a driver, سواق. he فراغ a race car, طبعا هذه اللي هي drives تجيك مع اختيارات تانية, يقول لك مثلا he drive من غير الاس, ولا he driving بالاي ان جي, طبعا كل هذا خرابيط ما ينفع. الاجابة الصحيحة drives, ليش؟ لان دي عادة حقيقة فيه اللي هو present simple, بيتكلم عن العادات والحقائق. هتقول he drives a race car, okay. number 7, he is a teacher, he blank computer science, طبعا هو مدرس, الإجابة تكون teaches, يدرس teaches. طب number 8, he is a translator, يعني مترجم. he blank official documents into Arabic, الكلمة المطلوبة هنا اللي هي كلمة translates, يترجم. number 9, he is a writer, كاتب. he blank detective stories, he يكتب writes, يؤلف أو يكتب. وضحت؟ طيب هنا read the short answer, write the question, جايب لك الإجابة ويبغى السؤال. لما تكون الإجابة كده she works يعني في اس, يبقى هنسأل بدز. in a hospital يعني في مكان, يبقى هنسأل بوير, يبقى تقول هنا وير, هي مكتوبة تحت وير does, يبقى تقوم حاطط بعدها does عشان الفعل في آخره اس. where does she, تقوم منزل she اهي, work من غير الاس, انتبه. هذا كده صار السؤال, تحط question mark. number 11, Jack سأل سؤال إجابته he wants to be a graphic designer, يبغى يكون مهندس برامج اللي هو مصمم برامج. طبعا السؤال كان what does he want to be, إيش يبغى, كان إيش يبغى هو يكون, وإيش يبغى يبي يكون يعني, what does he want to be. 12, سؤال إجابته he works on Saturdays, بيعمل أيام السبت. السؤال هيكون when, لأنه وقت أو تاريخ أهو, هتقول هنا when, does عشان الفعل آخره اس, تنزل هي زي ما هي, work تشيل منها الاس, when does he work, وعلامة السؤال question mark. وضحت؟ هنا يقول لك في السؤال اكتب who أو which, who للعاقل which لغير العاقل, that تنفع للاثنين. هنا ما يقول لك I'd like a job, job دي يعني غير عاقل, يبقى المفروض انها تاخد which, وبرضو ينفع that. the person ده عاقل, المفروض ياخد هو, وكمان ينفع ذات. bank, البنك ده المفروض ان هو مكان بس غير عاقل, المفروض ياخد which, وكمان ينفع ذات. وضحت كده يا اخوان؟ تمام, نشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وانتظرونا في اللقاء القادم مع يونت 4, وبعد كده واحدة مجمعة على الوحدات الثلاثة, ويونت 5 و 6 و 7, نكمل المنهج كله ان شاء الله معكم. حفظ الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.